الحمد لله الملك، الحمد لله المالك، الحمد لله ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت، الدائم الحي الذي لا يموت. الحمد لله الملك المعبود ذي الكرم والجود والعطاء الممدود والفضل المسرود. الحمد لله حمدًا طيبًا مطيبًا مباركًا فيه، حمدًا يحبه ربنا ويرضاه. اللهم لك الحمد ولا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد حمدًا نستلذ به ذكرًا، وإن كنت لا أحصي ثناءً ولا شكرًا. لك الحمد حمدًا طيبًا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مجيب الدعاء، مجيب الدعاء وكاشف البلوى. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، أوذي فغفر وابتلي فصبر وأنعم عليه فشكر. يا خير من وطئت ثرى قدماه وأضاء كل العالمين سناه، أنت الحبيب وأي حب يرتقي لمقام حبك سيدي وذراه. صلى عليك الله ما نطقت على مر الزمان من الورى أفواه. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك محمد، ما ذكره الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون. صلِّ على محمدٍ ما نجمٌ بدا وطائرٌ شدا ومسافرٌ حدا. صلِّ وسلِّم يا ربنا على نبينا وحبيبنا محمد صلاةً وسلامًا دائمين أبديين سرمديين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. معاشر المؤمنين، إن العلم بالله أحد أركان الإيمان، بل هو أصلها وما بعدها تبعٌ لها. ومعرفة أسماء الله وصفاته أفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. قال ابن القيم رحمه الله: أطيب ما في الدنيا معرفته سبحانه ومحبته. والقرآن كله يدعو الناس إلى النظر في صفات الله وأفعاله وأسمائه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. والله يحب من يحب ذكر صفاته. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقرأ سورة الإخلاص بأن الله يحبه لما قال: إني لأحبها لأنها صفة الرحمن. رواه البخاري. وأسماؤه وصفاته أحسن الأسماء، وصفاته أكمل الصفات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وحقيق بكل مسلم معرفتها وفهم معانيها. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماء
من أحصاها دخل الجنة، رواه البخاري ومسلم. من أحصاها أي حفظها وفهم معانيها ودعا الله بها. ومن أسماء الله يا عباد الله، وهو ما اخترناه في هذه الجمعة، اسم الرقيب جل جلاله، وصفته المراقبة. والرقيب هو الذي لا يغفل عن خلقه ولا يضيعهم، وما كنا عن الخلق غافلين، مطلع سبحانه على ما أكنته ضمائرهم. قال الحسن البصري رحمه الله: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. فقف يا عبد الله عند كل عمل، فإن كان لله فتقدم وإن كان لغيره فتأخر. ما أحوجنا يا عباد الله أن نقف عند اسم الرقيب كثيرا، أن نراقب الله عز وجل في كل أمورنا، كما سمعنا أنه لا يغفل عنا، فكيف نخاف مراقبة الناس ولا نخشى مراقبة رب الناس؟ كاميرات المرور التي تسمى ساهر، يحسب لها الناس ألف حساب ويخافون أن يخالفوا بمبالغ مالية، وهي مراقبة بشرية ليس فيها جنة ولا نار. فكيف يغيب عنا مراقبة الله؟ يخاف الواحد منا في عمله من مديره، ويخاف من المراقبة، وهم بشر لا يضرون ولا ينفعون، فكيف لا نراقب رب البشر؟ خاصة من خلا بنفسه، خاصة من خلا بنفسه. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. إذا دعتك يا عبد الله نفسك لريبة في ظلمة، والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. راود رجل، راود امرأة في ظلمة الليل، وأغلق الأبواب وأحكم إغلاقها، فقالت: هل يرانا من أحد؟ فقال: لا، فقط الكواكب. فقالت: وأين مكوكبها؟ وأين مكوكبها؟ يأتي على الناس يا عباد الله في يوم القيامة، يأتون أناس بحسنات عظيمة، حسنات كثيرة، صيام وصلاة وصدقات ودعوة إلى الله وقيام ليل وحج وعمرة وكفالة يتيم وشفاعة حسنة وصلة رحم، لكن يجعلها الله هباء منثورا، يجعلها هباء منثورا. أتدرون لماذا؟ لأن أصحاب الحسنات هؤلاء قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، نعوذ بالله من ذلك. اللهم لا تجعلنا منهم، واجعلنا نخشاك كأننا نراك. إذن يا عباد الله، الرقيب هو الله، والمراقبة كلمة تبعث في النفس معان جليلة، وتحقق غايات سامية ومقاصد نبيلة. فبالمراقبة يذكر الله في الخلوات والفلوات، وبالمراقبة يحب الله، وبالمراقبة يناجي المرء ربه ومولاه، بالمراقبة يعبد الرحمن ويبنى الإيمان ويطرد الشيطان، بالمراقبة يكون جمال الحياة وصلاح الدنيا وسعادة الناس. بالمراقبة تصلح حياة الخلق مع الله وفيما بينهم، وتصلح ذواتهم. بالمراقبة تؤدى الواجبات والحقوق والأمانات، بالمراقبة تذرف الدموع وتخشع القلوب وتسكب العبرات، بالمراقبة يقام العدل والوئام. أرأيتم يا عباد الله كيف تكون المراقبة ويكون أثرها في النفس ومع الله ومع الناس وفي الحياة؟ وبدون المراقبة
تنتهك الحرمات وتضيع الأمانات وينتشر القتل والرذيلة ويسفك الحياء وينتحر العفاف وينزع الحجاب. والله ثم والله لو غرست مراقبة الرقيب في القلوب ما احتجنا لعدة ولا عتاد ولا احتجنا لأجهزة مراقبة ولا تصنت ولا أنظمة البشر. لو غرست المراقبة في النفوس لما احتجنا للمراقبين على الطلاب أيام الامتحانات، ولما احتجنا لهيئات الرقابة على الموظفين، ولما احتجنا لنقاط التفتيش على المداخل والمخارج. إذن مراقبة الرقيب أقوى مراقبة في كل زمان ومكان وفي كل وقت وآن. يسرق السارق في عهد رسول الله، ويزني الزاني في عهد رسول الله، ويشرب الخمر فيأتي مباشرة ويعترف ويعلن التوبة ويطلب إقامة الحد على نفسه. فالمراقبة علم القلب بقرب الرب. المراقبة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراقبة أن تعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظرك لما تنظر إليه. فلنراقب الرقيب لتسعد حياتنا في الدنيا والآخرة. ولنتذكر قول الله: إن الله كان عليكم رقيبا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ديان يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، إن من أشرف المقامات وأفضلها مراقبة الرقيب جل جلاله، ومن أحسن المراقبة أن يكون العبد خائفًا وجلًا من الرقيب، راجياً مؤملاً الثواب من الكريم الرقيب. ومن ترك شيئاً لله ومراقبةً لله عوضه الله خيراً منه. هذا شابٌ يطلب العلم عند أحد العلماء، وكان هذا الشاب فقيراً معدماً لا يملك شيئاً، وكان جالساً في حلقة علمٍ عند هذا العالم. وفجأة قام هذا الشاب، قام من شدة الجوع يبحث عن شيءٍ ليأكله، عساه أن يحصل كسيراتٍ من الخبز ولقيمات يقتات بها ويتقوى عليها. وبينما هو يسير إذ دخل في شارعٍ ضيق، فوجد بابًا مفتوحًا، ووجد خزانةً من طعام، فمد يده إلى الطعام وكاد أن يأكل، ثم وقف وتذكر أنه جاء ليطلب العلم، والعلم نور، والأكل من هذا الطعام دون أن يستحل صاحبه يظلم القلب، ولا يمكن أن يجتمع النور والظلمة وسيطرد أحدهما الآخر. فترك هذا الطعام مراقبةً لله، وعاد لحلقة شيخه، وبه من الجوع ما لا يعلمه إلا الله. وبعد أن انتهى الدرس إذا بامرأة تأتي وتكلم الشيخ كلاماً لم يفهمه الحاضرون، ثم قال الشيخ لطالب العلم هذا: يا عبد الله، ألك رغبة في الزواج؟ فقال: يا شيخ، غفر الله لك، أتهزأ بي؟ والله منذ 3 أيام ما دخل جوفي طعام، فكيف أتزوج؟ فقال الشيخ: إن هذه المرأة تذكر أن زوجها توفي وترك بنتاً واحدة وكان ذا ثروة ومال كثير،
وتريد أن يتزوج ابنتها شاب صالح وينمي المال ويرعاه، فقال إن كان كذلك فلا بأس. فخرج الشيخ والتلميذ والمرأة والحاضرون يسيرون حتى دخلوا البيت الذي دخله هذا الشاب من قبل، فلما وضع الطعام بكى هذا الشاب، فقال له الشيخ: لم تبكي؟ هل أرغمناك وأكرهناك على الزواج؟ فقال: لا، ولكني قبل سويعات دخلت هذا البيت لآكل من هذا الطعام الذي وضع بين أيدينا، فتذكرت أنه حرام فتركته لله فأعاده الله إلي ومعه غيره عن طريق الحلال. إذن يا عباد الله، من ثمرات المراقبة أن الله يكرمك، أن الله قد يكرمك في الدنيا قبل الآخرة، فلنراقب الرقيب في كل أمورنا لتسعد حياتنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أنزل علينا الرحمات، اللهم أنزل علينا الرحمات، وأفض علينا الخيرات، وضاعف لنا الحسنات، وارفع لنا الدرجات، وأقل لنا العثرات، وامح عنا السيئات. اللهم ارزقنا القبول بين الخلق، اللهم ارزقنا القبول بين الخلق، استرنا في الدنيا والآخرة، آمنا في المساكن والدور، وأصلح واحفظ ولاة الأمور. اللهم نوِّر على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسِّر لهم أمورهم. اللهم آباءنا وأمهاتنا، اللهم آباءنا وأمهاتنا، اللهم آباءنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم، اغفر لهم وارحمهم. من كان منهم حيًّا فمتِّعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتًا اللهم جازِه بالحسنات إحسانًا وبالسيئات عفواً وغفرانا. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم كما جمعتنا فوق هذا الفرش اجمعنا تحت العرش، إخوة متحابين على سرر متقابلين. يا رب نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم انصر جنودنا على الحدود كلهم مؤيدا ونصيرا ونصيرا وظهيرا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.